تحياتي لكم جميعا، وبرحب فيكم بهذا الفيديو الجديد. واليوم بدي سلط الضوء على معاناة اللاجئين بالمخيمات على الجزر اليونانية. يعاني الآلاف من الأطفال اللاجئين من البرد والفقر واليأس بمخيمات اللجوء اليونانية، بينما يعود مزاج عطلة عيد الميلاد إلى هنا إلى ألمانيا. على حد تعبير منظمة برو أزول، فهناك ما لا يقل عن 4000 طفل قاصر يعيشون على الجزر اليونانية، غالبيتهم بدون أسر ترافقهم، حيث رفضت وزارة الداخلية الألمانية مطالب زعيم حزب الخضر غوبرت هابيك حتى باستقبال الأطفال على الأقل، مع العلم أن الحكومة الألمانية ترغب باستقبال اللاجئين، ولكن ضمن حل أوروبي مشترك يؤمن توزيع عادل لهم. فألمانيا تعتبر أن قيامها بمساعدة اللاجئين لوحدها سيؤدي إلى تجنب بقية الدول الأوروبية تحمل مسؤولياتها، فهناك دول أوروبية مثل بولندا والمجر ترفض أصلاً استقبال اللاجئين ولا تريد أن تكون مضطرة لهذا الأمر. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن هناك حالياً مناقشات تدور حول هذا الموضوع، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد. جدير بالذكر أن ولايتي برلين وتورينغن عبرا عن رغبتيهما باستقبال أطفال لاجئين من الجزر اليونانية. جدير بالذكر أيضا أن ألمانيا تقدم مساعدات مكثفة لليونان، وتم مؤخرا تسليم 55 شاحنة مليئة بالخيام والأسرة. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم. شاركوا معي أراكم بصندوق التعليقات أسفل الفيديو. كان معكم إلهام بوزان، شكرا لكرم المتابعة، وتبقوا دائما بخير وصحة وسلامة، وإلى اللقاء في فيديو قادم.